القصة وصلت لينا على الانترنت وانا احكيها زي ما هي مكتوبة. بيقول انا كنت في حفلة في بيت صاحبي سهرانين لحد ما الوقت اتأخر واضطريت اني ابات هناك، والمكان الوحيد اللي كان فاضي هو سرير في البدروم. لكن صاحبي قبل ما نام حكالي ان بيتهم مسكون وانهم اول ما عزلوا كل يوم كانوا بيصحوا يلاقوا ولد وبنت واقفين بيتفرجوا عليهم عند طرف السرير. طبعا بعد ما صاحبي طلع كل اللي كنت بفكر فيه اني مش هعرف انام في البدروم لوحدي ولازم امشي دلوقتي. وفعلا قلت لصاحبي ان في مشكلة ولازم ارجع البيت. طول ما انا ماشي من ساعة ما خرجت من باب البيت لحد ما وصلت العربية وانا سامع خطوات خفيفة كأنها خطوات طفل بيراقبني وبيستخبى بين العربيات، كل ما اجي ابص عليه. ركبت العربية وطول الطريق وانا راجع ما كنتش مرتاح برضو. عارف لما تحس انك مش لوحدك وان في حد بيراقبك بس كل ما تبص عليه يستخبى. واول ما بقى فاضل لي دقايق على البيت سمعت صوت كح الطفل. ببص في المراية لقيت ولد صغير قاعد على الكنبة اللي ورا وبصص لي في عيني وبيبتسم. فضلت متنح في اللي انا شايفه ومش قادر اشيل عيني من عليه. سوقت المسافة اللي فاضلة بالذاكرة من غير ما ابص على الطريق. اول ما قربت شوية من البيت رميت العربية في الشارع من غير ما اركنها. جريت على جوه لقيت امي سهرانه وسالتني مركنش العربيه ليه. قلت لها ان عايز ادخل الحمام عشان ما كانش ينفع اقول لها الحقيقه. استنيت شويه وبصيت على العربيه من الشباك. بعدها خرجت اركنها ما لقيتش اي حاجه وما لقيتش الولد. ما عرفتش انام وفضلت سهران تاني يوم بفكر في اللي حصل لحد ما كلمت صاحبي اللي كنت عنده. ولما حكيت له كل حاجه رده فاجئني. قال لي انت بتكذب وبتخاف زياده عن اللزوم، لكن مهما قال انا مش هقدر انسى الليله دي عشان ابتسامه الولد ما كانتش ابتسامه مريئه. قصة بيحكيها واحد من اسكندرية. بيقول ان جدته كانت مريضة جدا وقعدت فترة في المستشفى حوالي 10-15 يوم، وان كانت حالتها خطيرة وكانت مرافقة ليها طول فترة المستشفى مرات عمه. مرات عمه بتحكي انه في ليلة من الليالي اشتد المرض جدا على جدته وفضلت هي سهرانة جنبها لحد ما نامت قبل صلاة الفجر بحوالي ساعة، وانها فضلت الساعة اللي قبل الفجر دي صحية ومعرفتش تنام لحد ما الفجر أذن. قامت تتوضى وخرجت صلت. بعد ما خلصت الصلاة وهي بتسلم من الصلاة تخيلت بحد في الحمام، حد جوه الحمام بيروح ويجي. بص على الازاز الحمام لقت وش ست كبيرة كانت بتبص لها وتبرق لها جدا، وهي كانت خايفة جدا ومرعوبة جدا جدا. استعاذت بالله من الشيطان الرجيم وقامت فتحت الباب ما لقتش حد. خرجت قفلت باب الحمام تاني وتبص على الازاز ما لقيتش وش الست. فضلت خايفه شويه قامت شغلت قران لحد ما نامت. لما صحيت الصبح في ميعاد صحيان جدتي لقيت ان الاوضه اللي جنبهم فضيت وانها كان فيها حد امبارح.
فلما سألت الممرضات قالوا لها ان كان في ست كبيرة هنا ماتت في وقت اذان الفجر.